صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل في صباحكم تونسي. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. البوان ميتيو نتاعنا كالعاده مع زميلنا محرز الغنوشي. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك منى، مرحبا بالناس، مرحبا بكل الناس اللي تابع فينا على قناتنا الوطنيه الاولى، وان شاء الله انطلاقه اسبوع مريحه ومحمله بالاخبار الطيبه، خصوصا بالنسبه للصغيرات. نعرفوا تو الاسبوع هذا تبدا ترجيع نتاع الاعداد نتاع النتائج، ان شاء الله ربي يفرح كل العائلات. اذا محرز، بدايه اسبوع شويه رياح، فما شويه سحب تو حسب مره، تعطينا اذا فكره على حاله الطقس بالنسبه لليوم وبصفه عامه على الاسبوع هذا ان شاء الله. صحيح، وتقريبا الإطار اللي احنا فيه يعكس تقريبا الملامح نتاع عوده شتويه بقوه، كما قاعدين تشوفوا الطقس تو مسحب شويه في تونس العاصمه، هذه الملامح هي ان شاء الله باش تبقى متواصله من هنا حتى لنهار الخميس، ومؤشرات التغييرات، مؤشرات نزول الامطار كانت حاضره منذ 24 ساعه الفارطه، كميات اللي احنا نثمنوها البارح اعلى كميات كانت في جزر قرقنه في العطايه، وين وصلت الامطار المستوى 26 ملم 13 في ماتر من ولايه بنزرت، وعموما كميات دون ال 10 ملم في بقيه ولايات الشمال وايضا السواحل الشرقيه لبلادنا. الحاجه اللي احنا في حاجه ليها وديما نثمنوها هو مؤشرات الغيث النافع، اللي ان شاء الله باش يبقى متواصل من هنا حتى نهار الخميس مبدئيا بدرجه اولى في ولايه الشمال. نعم. وممكن بصفه محليه اقل في المناطق الوسط وايضا في المناطق الساحليه الشرقيه لبلادنا، اما نردوا بالنا من انخفاض درجه الحراره. هذاك شكون باش نسلك درجه الحراره بارده؟ احنا تو قاعدين نحسوا في انخفاض نسبي. البرد الحقيقه. صحيح صحيح، ما نساوش اللي رياح في اغلبها من القطاع الشمالي، نعرفوا الرياح الشماليه هي ناقله الكتل الهوائيه بارده بالاساس، اما ان شاء الله الانخفاض هذا راهو هو باش يكون مميز الوضع الجوي بدايه من غدوه، ونجموا نحكيوا على طقس بارد خصوصا في المرتفعات الغربيه لبلادنا، باش نقدموا قراءه سريعه لدرجه حراره القصوى المنتظره اليوم. ان شاء الله نتوقعوا باش يسجلوا 18 درجه في تونس الكبرى، 17 في بنزرت، في نابل باش تنزل مستوى 16 درجه، في زغوان، في باجه، في جندوبه 15، في سليانه، وادنى الارقام اليوم من المنتظر تسجيلها في الكاف 13 درجه، في نفس المستوى ممكن في القاسرين سجلوا اليوم 17 في سيدي بوزيد 18 درجه، اليوم قد نسجلوا في المهدية وأيضا في المنستير 19 في القيروان، وبالنسبة لجوهرة الساحل سوسة وبمناطق الجنوب فإنه أعلى الأرقام باش تكون في الجنوب الغربي، اليوم إن شاء الله بسجلوا 20 في توزر، في قبلي 19 في صفاقس، في قفصة، في مدنين 18 درجة، في جابس وأيضا في تطاوين، أما أبرز عنصر جوي واللي هو يطلب منا كل المتابعة هو شدة رياح، رياح راهي باش تكون قوية، هذاك علاش فما نشرات جوية تحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري، سرعة الرياح اليوم باش توصل في معدلها المستوى 70 كيلومتر في الساعة في المناطق الساحلية وايضا في المرتفعات الغربيه لبلادنا، البحر باش يكون شديد الاضطراب الى هائج بالشمال، وغدوه ان شاء الله باش تتجاوز سرعه الرياح في شكل هبات ل 100 كم في الساعه. نعم. هذيك علاش فما تحذيرات فيما يخص الجانب الحركي للمنظومه الجويه، وبدايه من الليله راه الامطار باش تكون اكثر بغزاره في مناطق الشمال، من المنتظر تسجيل كميات نسبيه هامه في مناطق اقصى الشمال، وهنا نحكيو على تبرقه من ولايه جندوبه. نعم. نفزه من ولايه باجه، عدد من معتمديات بنزرت، ان شاء الله تكون امطار خير وغيث نافع، وغدوه راه درجة الحرارة باش تنخفض إلى مدون 7 درجات في المناطق الجبلية الغربية في مرتفعات القاسرين، باجة، جندوبة، سليانة والكيف، أرقام قد تكون بين 11 ل 16 درجة في بقية ولايات الشمال والوسط، وما تفوتش حتى 18 درجة في ولايات الجنوب. ربي يرحمنا بالأمطار، وإن شاء الله وإن شاء الله القيام فيما يخص 16 و20 درجة ما نشوفوهاش في درجات الحرارة، إنما نشوفوها في الأعداد الصغيرات، وربي يفرح كل الأمهات. إن شاء الله، شكرا ليك محرز، يعطيك الصحة على المعلومات اللي قدمتها لنا فيما يخص بالطبيعة النشرة الجوية. احنا دابا باش نمشيو لدبارتنا، دبارت اليوم، ونواصل بقية فقرات برنامجكم صباحكم تونسي.